ربنا يقول سواء عليهم استغفرتهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، هؤلاء لا يستحقون المغفرة حتى لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، لأنهم أصلا ماذا؟ صدوا، لووا رؤوسهم واستكبروا. واضح من حالهم أنهم مستغنون عن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، عن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا يسلي نبيه يقول هؤلاء ما ينفع معهم الاستغفار، لو استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم أصلا الله عز وجل لن يقبله. واضح؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الذين إيش؟ استمروا على الفسق وأصروا عليه، خرجوا عن طاعة الله، فذاك هم غير يعني غير أهل للمغفرة لأن يغفر الله لهم. فيسلي رسوله يقول سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أصلا إيش؟ لن يغفر الله لهم، لأنهم اختاروا الفسق وأصروا عليه، فذلك حرمهم الله عز وجل من المغفرة.